ازيك يا جماعة؟ يومي على الأولمبيا، حبيت أقول لكم إن الفلوجات والفيديوهات هتبتدي من بكرة إن شاء الله. هبتدي أصور من كمان كام من دلوقتي، يعني عشان رايح دلوقتي للمدرب بتاعي، هناخد آخر بصة وبعدين أنا هسافر كمان إن شاء الله كام ساعة، وهو هيحصلني بالليل. متوتر شوية. تخيل الاحتراف كان حمادة، بعدين بطولة المحترفين حمادة تاني خالص، بعدين بقى المستر اولمبي ايه جوني تاني بقى مش حمادة. ما تختفوش من القناة، انا عارف انا بقالي تقريبا اكتر من اسبوع ما عملتش فيديوهات. هننزل اول فيديو على طول بكرة بالليل، بس في توقيت امريكا، فيبقى ممكن بعد بكرة عندكم. وانا عملت اللي عليا، عملت كل اللي انا اقدر اعمله. نجيب توب 10، نجيب اي حاجة. بص، انا من اول سنة اوريدي مبسوط باللي انا عملته، الحمد لله ربنا كرمني، حققت اكتر مما توقعت ان انا هحقق، فده دي ذات نفسها حاجة حلوة. كتير منكم بيسأل على عملية مراتي، الحمد لله عدت على خير وبدأ صحتها ترجع تاني الحمد لله. طبعا اخر اسبوعين كانوا اصعب بكتير من اي بطولة جهزتها، لان عادة اخر شهر مراتي هي اللي بتبقى ايه زي ما تقولوا مسؤولة يعني عن الاكل والتجهيز وبتاع وكل ده. بس ساعات في الدنيا حاجات بتقع على حجرك، وقرارك بانك تعمل ايه بالحاجة اللي تقع على حجرك دي هي اللي بتحدد انت انهي نوع رجل، انهي صنف من الرجالة. لما الحياة كده ترمي حاجة عليك، فانا طبعا اخر اسبوعين اضطريت زي ما تقولوا ايه يعني اشيل الليلة، اساعدها في اكلها، هي اعمل لها المشاوير، اجيب لها اللي هي عايزاه وكل ده، وفي نفس الوقت برضو هياخد بالي من التجهيز بتاعي والعيال وكل ده. ناس كتيرة بتسألني انت ازاي بتجهز وكل ده وانت عندك عيال، مش دي صعبة؟ لا يا ابني مش صعبة لو انت بتحبها، لو انت بتحب عيلتك، لو انت بتحب عيالك ولادك، بتحب مراتك، بس بتحبهم بجد، عارف؟ مش اللي هو انت متجوز واحدة عشان تخلف منها وخلاص يعني، او مش عشان متجوز عشان تبقى متجوز، بس لو انت بتحب البني ادم ممكن تعمل اي حاجه معاه، ممكن تعمل له اي حاجه وبسهوله، حتى لو كانت صعبه هتيجي بسهوله، انت فاهم؟ بس ده فيديو قصير زي ما تقول ايه تجهيز للفيديوهات الجايه. والدي جاي، فهتشوفوا بقى البيج دره، الدره الكبير، واخويا جاي برضو. والادمن بتاع صفحة الفيسبوك جاي على فكرة. والحلو ان انتوا هتشوفوا انا هو بنتعامل ازاي يعني مع البرامج وكده. على فكرة كان في خصم على البرامج، انا المفروض قفلته يعني، قفلته النهاردة وحطيت حتى الصورة ان الخصم خلص. بس ما اعرفش بقى لو هو، لان هو عارف في كام برنامج اتباع، وطبعا انا اللي بعملهم، فانا بقول له عادة مثلا لما نوصل مثلا 70 يقفل، فانا قلت له اقفل دلوقتي بس عشان السفر وكده. فخشوا على الانستجرام او على الصفحة الرسمية وانزلوا تحت شوية وابعتوا مسج للصفحة الرسمية نفسها واسألوه، هو هيرد عليكم لو هو لسه بياخد الديسكاونت ولا لا. واللي اشتروا البرنامج انتوا عارفين طبعا النظام، 12 يوم
لغاية ما تستلموه بإذن الله. وبس يا معلم، نشوفكم في لاس فيجاس إن شاء الله. وأدي حتة إيه، فيديو كده زي ما تقول إيه، مقدما للي جاي. Is like in the first 10 placings. Top five is like the best five. You can go ahead.